لا جاي في واحد هتيجي توقف جاي جايبين اللي حاجة. انت شفت الفيديوهات اصلا؟ شفتها في ما اتحملتش اصلا عشان انا ما وجدتهاش. انا وصلت بس ما وصلتش اثنين. طول ما الهارد بتاعنا شغال وبيعمل كونتاكشن هيضخ الدم في السيركيليشن فالليفر هيعبي دم تاني وهكذا. طب لو واحد عنده مشكله في الهارد سامع صوت وقال عنده هارد فيلير، اللي عنده هارد فيلير ده قلنا هل الهارد ادي كونتاكت؟ لا مش قادر يضخ الدم فالدم قاعد في القلب، فتبدا الفينس بلاد اللي جاي من الليفر للهارد مش عارف يخش جوه القلب فيحصل كونجيشن في الليفر. لو حصل برونجيت كونجيشن هيبقى كونجستد بدي اوكسيديتد ولا اوكسيديتد؟ دي اوكسيد الغدود، دي اوكسيد ده توكسيك على الليفر، الليفر هيبقى مليان دم، دي اوكسيد قاعد في فتره طويله بيعمل دامج للهيباتوسايت لانه يعتبر توكسيك دي اوكسيد الغدود. مش بس كده، ده الليفر بقى كونجستد جدا مليان دم لدرجه ان السينوسويد اللي هي الكابيلا بتاعت الليفر بتتابشر، فده هيباتيك انجري ولا مش انجري؟ يعني السينوسويد بتتابشر ده انجري وكمان كونجستد والدم اللي موجود فيه دي اوكسيد فتوكسيك على الهيباتوسايت، فكده كده هيحصل هيباتيك انجري او ديجنيشن هينتهي الليفر سيروس. طيب يبقى حصل ليه؟ ده حصل ليه بسبب برونجيت كونجيشن ادى الى ليفر سيروز، الليفر كان كونجيستد وقت طويل انتهى بليفر سيروز. طب هو حصل بسبب مين؟ مشكله في القلب غالبا، عشان كده سميناها كاردياك سيروز. يعني لو قلت لك ايه الموست كومن كوز اوف جوندس ان هيباتيك بيشنت، ايه اكتر حاجه تعمل جوندس في عين هيباتيك؟ هتقول لي مين؟ مش الكاردياك سيروز صح ولا لا؟ ايه اكتر حاجه تعمل جوندس في عين يبقى كاردياك في عين هيباتيك؟ هتقول لي مين؟ كاردياك سيروز. لا العيان ده رغم انه هارد فيلر عمل ليفر وعمل جوندس بس مع ذلك اشهر حاجه تعمل جوندس في عيان كاردياك مش الكاردياك سيروز. امال ايه اكتر حاجه تعمل جوندس في عيان كاردياك؟ اكتر حاجه هي الاسوشيتد هيباتايتس. يكون عن مثلا عيان هارد فيلر كاردياك مش جوندس، اللي يجيب له جوندس اللي يكون معاه هيباتايتس مش اللي يجيب له جوندس الكاردياك سيروز. اشمعنى؟ اصل الكاردياك سيروز ده نادر قوي، غالبا اللي عنده هارد فيلر هيوصله ليفر سيروز، قلنا غالبا هيموت بالهارد فيلر قبل ما يحصل ليفر سيروز وقبل ما يحصل جوندس بالليفر ده. يبقى اشهر حاجه تعمل جوندس لعيان كاردياك هي الاسوشيتد هيباتايتس مش الكاردياك سيروز لانه نادر جدا. حصل ليه بسبب برونج الكونجيشن؟ ايه الايتيولوجي بتاعه؟ انتوا عارفين ايه الحاجات اللي عملت في الكاردياك سيروز؟ الاسباب السوبر هيباتيك كلها بتاعت البورتال هايبرتنشنيه والهيباتيك فيلر اتقفل خلاص مواد كارينج، ولو اتقفل كويس مهم دي اسباب الكارديك سيروز. صعبه؟ يبقى اسباب الكارديك سيروز الايديولوجي بتاعه نفس اسباب مين؟ نفس السوبر هيباتيك كوز بتاعت البورتال هايبر تنشن، زودنا بس فينو اوكلوزف ديز لان برضه ده باسم مفهوم. طيب كلينيكال بيكشر اللي عندنا بيشتكي من ايه؟ نفس الاسكيما بتاعتنا اللي هي على الليفر وعلى الكوز وعلى الكومبليكيشن كلهم. على الليفر ده عامل ازاي؟ هل الليفر ده هيبقى شارب شانك الفيلم ولا مش شارب شانك؟ امال هيبقى عامل ازاي؟ هتنام بيرف اللارج ليفر يعني ايه؟ كونجستد ليفر يعني ايه؟ اللارج تندر سورس صح ولا لا؟ بعد كده في النهايه ممكن يبقى شانك لو حصل سيروز ما انا فايبر سيشو في النهايه ممكن يبقى شانك الليفر. طب كانفستيجيشن هعمل برضه للليفر وكالكولوكوز والكومبليكيشن نفس الحاجات. للكوز هنا اشهر كوز مين؟ هارت فيلير. هعمل انفستيجيشن فور ذا كوز زي مين مثلا؟ زي الهارت فيلير هعمل له ايه؟ سي جي وايكو ايكو كارديوجرام صح؟ الاجكشن فاكشن والشورتنج فاكشن صح ولا لا؟ ممكن اخد ليفر بيبسي. لو خدت ليفر بيبسي هلاقي فيها ايه؟ الليفر كونجستد بس مش احنا قلنا الدم بيخش الليفر عن طريق البورتال فين تربيوتك وبعد كده يبص بعد كده سنتر فين وبعد كده يوزع على باقي الفينيوم. الطريق مقفول فيبقى في كونجيشن هنا وكونجيشن في السنتر فين في الحته دي كده كونجيشن حوالين السنتر فين. طب الاقي عنده حاجه اسمها سنتري لوبيولار كونجيشن، الاقي في الليفر بيبسي عنده ايه؟ سنتري لوبيولار كونجيشن، ان الليفر بس كونجستد مش اكتر من كده. طب كتريتمنت نفس الاسكيم اللي احنا قلناه الزياده التريتمنت عالج الكوز عالج الليفر والكوز وكل عالج الكوز ازاي؟ ان عالج مثال على الكوز زي مين؟ هارت فيلر ايش بقى ديجيتاليز ودايركت كويس؟ وقلنا ديجيتاليز هدي هنا ديجوكسن مش ديجوكسن عشان الليفر تعبان. ما فيهوش حاجه ده اعتقد صح؟ طيب
من احد اسباب الكاردياك سوز كان اوبستراكشن الهيباتيك فين ده سميناه بط هير سندروم. صح؟ يعني ايه بط هير سندروم؟ تعالوا نشوف بط هير سندروم ايه البط هير حصل فيها ايه. بط هير قلنا يعني ايه؟ قلنا ان البي يعني الفين اتقفل بره. الفين اتقفل بره يبقى الفين الكبير ولا الصغير؟ يبقى كلمه بط هير عباره عن اوبستراكشن اوف لارج هيباتيك فينز. قلنا عندنا حوالي اربعه فين اتقفل يبقى الديفينيشن عباره عن مين؟ اوبستراكشن اوف لارج هيباتيك فينز اللي هي بقى اتقفلت بره الليفر الفين الكبير. ايه الاتيولوجي؟ ايه اللي بيعمل بط هير سندروم؟ احنا قلنا بط هير يعني الفين ده اتقفل. طب ايه اللي قفل الفين اللي بره الليفر ده؟ اكيد غالبا اتقفل بحاجه من جوه، حاجه قفلت الليفر من جوه الثرومبوزس. صح؟ او ممكن التيومر عامل كومبريشن عليه. صح ولا لا؟ يبقى رقم واحد اللي بيعمل بط هير اول حاجه ممكن يكون اليوباسيتي، ممكن مش عارفين ازاي حصل وده بيحصل كتير على فكره. رقم اتنين يكون حصل بتيومر. ازاي؟ يا اما التيومر عمل انفيجن وضغط على الفين قفله يبقى رقم واحد التيومر عمل انفيجن كومبريشن على الفين. رقم اتنين ممكن التيومر عمل هايبر كو اجيولابيلتي. مش قلنا التيومر ممكن يطلع من يده تزاور الكو اجيولشن؟ صح؟ تيومر مثلا بيطلع نفسه بيتين فيعمل ثرومبوز هنا. تيومر اي تيومر يعمل هايبر. او مثلا ممكن التيومر بره الليفر خالص ويعمل هنا ثرومبوز. واحد عنده تيومر في الكدني زي الهايبر نفوما. اللي عنده هايبر نفوما ده بيطلع مين؟ لسه بايتين فيعمل بولي سايسيميا ممكن يعمل هنا ثرومبوز. يبقى رقم واحد اليوباسيتي، رقم اثنين تيومر عامل انفيجن او عامل هايبر كيو اجيابيلتي ستيل. رقم ثلاثه ممكن كل اسباب الثرومبوز بقى. ايه اللي بيعمل ثرومبوز؟ حاجات كتير جدا زي مين؟ بحرف الايه كده عندنا حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم. او بحرف البي حاجه زي البولي سايسيميا. صح؟ او حاجه زي بروتين سي او اس ديفيشنسي. او حاجه زي البيهس ديزيز. او بروكسيزمال نوكتورنا هيموجلوبينوريا. او حاجه بحرف سي زي الكونترسبتيف بنس. مين الحاجات دي؟ رقم واحد انتي فوسفوليبيد. انا باخدها في الروماتولوجي. ايه الانتي فوسفوليبيد؟ دي واحده عندها سيستميك لوبس. السيستميك لوبس اصلا مش كان عندها فاسكيولايتس يعني البلد بس اللي وقف سهلا يحصل عليها ثرومبوز. مش بس كده احنا كناس نورمال مش هيحصل لنا ثرومبوز ليه؟ عشان احنا عندنا حاجه اسمها بليتت المفروض انها بتعمل ثرومبوز وعندنا بروتين سي اس. صح؟ ده بيشتغل كناتشر انتي كواجولانت. يعني ليه البليت بتاعتنا مش بتلزق في بعضها اصلا في نفس الوقت عندنا ناتشورال انتي كواجلان كانك بتاخد انتي كواجلان في بره اسم بروتين سويس بيحمينا من الثرومبوز. عينت الانتي فوسفوليبل عندها ايه؟ عندها حاجه اسمها انتي فوسفوليبل انتي بودي او انتي كارديوليبل انتي بودي. بيعمل ايه الانتي فوسفوليبل انتي بودي ده؟ بيعمل اكتيفيشن للبليت ويهبط بروتين سويس. يكتيفيت البليت فتلزق في بعضها يحصل اجريجيشن يحصل ثرومبوز ويقلل او ينهبت بروتين سويس اللي كان بيشتغل كايه؟ كأنتي كوكب. طب ما نهبطه ورياكتف هيحصل ثرومبوز ولا لا؟ ولا حد فاهم حاجه ولا حد مركز. عينت اللوبس عندها انتي فوسفوليبيد انتي بودي بيشغل البليت اكتيفيتي البليت فيحصل ثرومبوز بليت اكتيفيشن وينهبت بروتين سويس اللي كان بيشتغل كأنتي كوكب ده هبطناه فطبيعي يحصل ثرومبوز. يبقى اول حاجه ممكن تعمل ثرومبوز بليت هنا رقم واحد انتي فوسفوليبيد سندروم. رقم اثنين بولي سايسيميا. اي حد عنده بولي سايسيميا طبيعي الدم يعني الار بي سيز كتير الار بي سي اندكس اهميه قليله كبيره فطبيعي ان زاد البلد ريسبونس فممكن يحصل ثرومبوز. رقم ثلاثه بروتين سويس ديفيشنسي. في ناس كده ممكن يبقى عنده جينيتك نقص البروتين سويس ديفيشنسي او ممكن بسبب ديزيز زي الانتي فوسفوليبيد اهو كان بقى له بروتين سويس. اللي عنده نقص البروتين طفل مولود ما بيصنعش بروتين سويس المفروض بيتصنع في الليفر بروتين سويس. واحد ما عندوش بروتين سويس قل البروتين سويس ساعتها كان بيشتغل كانتي كوجلانت مش موجود بيحصل ثرومبوز. ممكن عين ليفر اصلا بيحصل نقص البروتين سويس. ما هو البروتين سويس بيتصنع في الليفر لو واحد عنده ليفر سويس او ليفر دامج لاي سبب ساعتها هيقل البروتين سويس فيحصل له ثرومبوز ممكن هنا عادي وممكن يحصل بليدنج عشان ما بيصنعش كويس كل شكل. ممكن عيان كده وعيان كده على حسب الميزان لصالح مين فاهمين حاجه. يبقى رقم واحد قلنا ديوباسيك. رقم اثنين تيومر عامل انفيجن او هايبر كوجولنت. رقم ثلاثه قلنا اي بي سي انتي فوسفوليبيد بوليسايسيميا بروتين سويس ديفيشنسي بيهس ديزيز. البيهس كان بيعمل ايه؟ البيهس برضه كان بيعمل فاسكيولايز في البين دي كلها فيحصل فيها ثرومبوز. او بي ان اتش باوكسيزما نوكتورنا هيموجلوبين فيها كلام كتير هقولها في البلد الاسبوع الجاي. او كونترسبتيف بيلز الناس اللي بتاخد كونترسبتيف بيلز فتره طويله بيحصل لها ثرومبوز. ماشي؟ دي حاجه معروفه بس يكون فتره طويله 10 سنين ولا حاجه. طيب ده الايتيولوجي. طب ايه الكلينيكال بيكشر؟ البط كده ده بيشتكي منين؟ ده كلينيكال بيكشر. حاجه من الاثنين يا اما اكيوت يا اما كرونيك. الاكيوت يعني ايه؟ يعني حصل اوبستراكشن الهيباتيك فين كلها مره واحده كلها قفلت في يوم واحد. فساعتها الموضوع يبقى سيفير ولا لا؟ لو قفلت كلها مره واحده الليفر بقى كونجستد والبوتال فين بقى كونجستد جدا فيحصل فرق من ثلاث حاجات. ايه التراك ده؟ يحصل له ابدومينال فين؟ اسايتس ان لارج تندر ليفر. عنده ايه؟
ابدومينال بين اسايتس انلارجمنت وحاجه اسمها نيجاتيف هيباتو جاجولار ريفلكس. او كم واحد ابدومينال بين ليه؟ لان الطريق قفل فجاه فالليفر بقى كونجستد، فالليفر كبر فجاه وحصل استرتش على الكبسول، والكبسول بيحس ولا بيحس فيحصل له ابدومينال بين بالتحديد رايت هايبوكونديريال بين. او كم اثنين اسايتس، اسايتس تحصل لو انا عشان يحصل اسايتس محتاجين يكون ايه؟ في نقص الاوزموتيك بريشر ونقص القلب. طب العيال ده النهارده حصل له موضوع اكيوت لحق القلب يقل ولا ما لحقش؟ ما لحقش القلب عشان يقل محتاج شهور ما يلحقش يقل. طب طالما القلب ما لحقش يقل ونقط اكيوت، امال ليه حصل اسايتس؟ حصل اسايتس لان البوستراكشن حصل اكيوت، فحصل رابد ديستنشن للبوستر فين. لو البوستر فين بقى كونجستد فجاه وحصل له ديستنشن سريع ممكن يحصل شويه اسايتس لكن مش سيفير اسايتس، حاجه بسيطه ماشي. غير لو كونك لو بيقفل، لو البشره بيقل شويه شويه والفين بيوسع شويه شويه البين هيحصل له سيكلينج فمش هيحصل اسايتس. حد فاهم حاجه؟ لكن الموضوع كان اكيوت بسرعه جدا. يبقى رقم واحد عنده ابدومينال بين اسايتس انلارجد تندر ليفر، ليه؟ قلنا الليفر بقى كونجستد فطبيعي انه يكون انلارجد تندر. وحاجه اسمها نيجاتيف هيباتو جاجولار، ايه النيجاتيف هيباتو جاجولار ريفرنس؟ المفروض ان انا لو جيت ضغطت على بطن عيان كده ضغطت على الاستراكشن كيفيسل دي الدم اللي في البطن كله يتقاس ويمشي يروح لمين؟ للليفر صح؟ ويطلع من الليفر على الهيباتيك فينس ومع الفيو فينجيف على رايت سايد وظهر. لما يروح دم كتير على رايت سايد مش هنا برضه بيفضي النيك فين؟ فلما يروح دم كتير هنا هيسمع في مين؟ في النيك فين، يبقى عنده كونجستد النيك فين. لو انا عصرت بطن عيان دم يطلع كتير على القلب هيزود البريشر في رايت كام؟ فيعمل كونجستد النيك فين. لو طريق مفتوح اللي عنده ثرومبوز قافله الهيباتيك فين دي، فلو ضغطت هنا الدم هيعرف يعدي فما فيش ريفلكس، ما فيش هيباتو جاجيور ريفلكس. حد فاهم حاجه؟ يبقى تاني الكلينيكال بيكشر لو اكيد اتعرض لثلاث حاجات يا امه ابدومينال بين اسايتس انلارجد تندر ليفر ونيجاتيف هيباتو جاجيور ريفلكس. العيان ده عنده انلارجد تندر ليفر، الليفر كله كبير يعني كله بقى انلارجد؟ لا، العيان ده الليفر عنده انلارجد بس المفروض هو الليفر بتاعنا بيفضي لمين؟ للهيباتيك فين، والهيباتيك فين هو القفل، بس في حته من الليفر كده بتفضي مباشره على الفيو فيناكيف اسمها كوديت لوب. اسمها ايه؟ كوديت لوب. طب يبقى دلوقتي الهيباتيك فين اتقفل فالليفر كله بقى كونجستد، هل الكوديت لوب بقى كونجستد كمان؟ لا، ده الفينوس سبلاي، الفينوس ريتيرن بتاعه بيروح للفيو فيناكيف مباشره والفيو فيناكيف مش مقفول ولا حاجه، فالليفر كله هيبقى لوجيك ما عدا الكوديت لوب صح؟ يبقى الكوديت سليم. كنا بنقول بط كارب، كنا بنقول بط كوديت سليم يعني الكوليت مش مش انلارج مش لابس كيو. يقول لك عملنا سي تي لان الليفر انلارج ما عدا الكوليت دو باور. ليه؟ عشان ده بيبعت انفيو فينكيف. هيفضل طول عمره صغير مش هيكبر خالص الكوليت دو، هيكبر فيما بعد. لان لما حصل انلارجمنت او كونجيشن الليفر كله في النهايه ممكن يحصل ليفر سيل فيلير. اصبح مين اللي شغال دلوقتي؟ مين اللي هيشتغل؟ مين اللي سليم؟ الكوليت هو اللي هيشتغل عشان يعوض وظايف الليفر. فلما الحته الصغيره دي تشتغل بكثافه هيحصل هايبر فانكشن للحته دي. لما يحصل فايبر فانكشن هيبقى انلارجد فيما بعد. حد فاهم؟ ماشي. يبقى ده اكيوت لو اتقفل فجاه. طب لكونك، لكونك عادي لو اتقفل شويه شويه هيبقى ليه بسيط في يعني زي ايه سوبوس. طب ايه الانفستيجيشن لو حبيت اعمل انفستيجيشن؟ او الجسم بتيجي ازاي؟ جت مره قبل كده او جت مره. قال في ميل بيشنت، في ميل بيشنت اندر كونتراسبتيف بيلز 10 years ago. في ميل بيشنت اندر كونتراسبتيف بيلز 10 years ago. كومن بتو هوسبيتال ويز رايت هايبوكوندريال بين. هتبقى واضحه وسهله. اون اكزامينيشن ذير از انلارجد تندر ليفر ويز نيجاتيف هيباتو جاجولار ريفلكس. ايه السهله بس عاوزه نفتكر بس الدرس مش اكتر. اولا في ميل وبتعمل كونتراسبتيف بيلز بيعمل ثرومبوز بقى له 10 سنين جاب ايه؟ اوقات هايبوكوندريا مين؟ اوقات هايبوكوندريا مين كده؟ بطايس ممكن اي حاجه ما اتاكدش يعني انه معايير بطايس ولا حاجه تعمل بيه في اوقات هايبوكوندريا. عشان ياكدها قال لك ايه كمان؟ اون اكزامينشن الليفر انلارج تندر يبقى الليفر كونجست. اللي ياكد اكتر ان في نيجاتيف هيباتو جاجولار ريفلكس يبقى الطريق مقفول يبقى كده خلاص دي مين؟ دي غالبا بط كارس صح ولا لا؟ ايه الانفستيجيشن؟ نفس السكيما هي على الليفر وعلى البوز وعلى الكومبليكيشن. على البوز مش غريب ان البوز هنا في ثرومبوز صح؟ انا ممكن اعمل ساعه البوز اصور ليفر سي تي وام اي وحاجات من دي السي تي هتبين ايه؟ هتبين انلارج ليفر اكسبت كوليت لوب في الاول. بس اهم حاجه ان سبب ثرومبوز فاعمل هعمل اسسمنت اوف هايبر كو اجيولابيلتي ستيت هعمله كو اجيولشن بروفايل واي ان ار. طب عشان اشوف الثروم بس بعناي هعمل مين؟
دوبلا واه دوبلكس دي احسن حاجه تسوي السونجز. يبقى عشان اثبت ان الفيسو موز اشوفها بعينينا دوبلا ودوبلكس او اوكي بس اهو، يا اما اعمل حاجه من تحليل الدم عالي اللي هو اسسمنت اوف هايبر كوجوليتي اللي هو كوجوليشن بروفايل او اي ان ار. اعالج العيان ده ازاي؟ واحد عنده سونجز قافله الجلده البين ده اعالجه ازاي؟ خد ده سون بس فنلحقها بسرعه قبل ما الليفر يموت صح؟ الحقها ازاي؟ هدي مين رقم واحد سون بوليتك سيرف زي الام واي دي ستيب وكايزو وكايزو تي في اتش حاجه. رقم اثنين لو العيان ده كل شويه يتكرر مع الموضوع كل شويه سون بس زي الانتي فوسفوليبل، ما هو كل شويه يحصل لها سون بس هيفضل ماشي على السون بوليتك؟ لا هياخد بقى مين؟ انتي لونج اكتنج انتي كواجنس هيمشي بقى على هبه المؤثر وكلام من ده. طب برضه الحاجات دي ما نفعتش او احنا شخصنا متاخر، ما احنا لو شخصنا متاخر هيكون الليفر باظ فما عادش بيصنع كوجوليشن فاكتور فالعيان بقى عنده بريننج تندنسي والدنيا باظت. نعمل ايه؟ او كل شويه يحصل له سومبوز انا مش عارف اشخصه او مش عارف اعالجه بالسومبوليتك او اديت سومبوليتك قدامه ما جلطش قدامه الجلطه ما لبتش اعمل ايه؟ ساعتها بنعمل شنط. فاكرين الشنط اللي قلنا عليها امبارح؟ في شنط كده كان المفروض نقولها امبارح بس نسينا نقولها. ايه الشنط اللي مش الطريق هنا مقفول صح؟ بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ترانس جاكولر انت هيباتيك بوتو سيستميك شنط تبس. ازاي يعني؟ بخش بالاستار من الجاكيولا كده لحد رايت اتيان ومنها على مين؟ عن في فينيكيبس ونباتك فين؟ بعمل ايه؟ باخد بقى مش هنا في بوتال بنت صغيره جوه الليفر هنا بوتال بنت الجوتر بوصل بفحص بعمل كانل كده في الليفر حته كده عشان احط فيها ستيل دعاء بفضي حته كده على قد الدعاء بوصل من البوتال بنت الجوتر ده اوصل وستنت كده تيوب صغيره لمين؟ لنباتك فين على طول؟ يعني انا هعمل الوصله دي اعدي بقى الحته المقفوله بس انا كده خدت من جوه الفنت اللي وصلت على مين؟ على بادي فين؟ عديت مكان الكونستراكشن عملت كوبري زي الكابج بس انا دخلت من فوق سمعت ترانس جيجولر انت بادي بورتو سيستمك شنط وصلت لجوه بس سيستمك سيركيوش. بس اهم حاجه في الشنط دي ان احنا بنعملها ما ناخدش من الباتش فين؟ ما يجيش واحد يروح واخد من جوه الفنت موصل كده انت كده لغيت الليفر كده الامونيا والتوكسين ترجع بينهم دخلنا في مين؟ هيبقى نفس الكلام اللي حصل في الشنطات الفايزر بتاعت البرق البورتو كيبل والكلام ده، لكن انا خدت من برانش تريبيوتري من البورتال سيركيوليشن. سبت برانشات كتير شغاله في الورد ده من الليفر عشان يحصل سيركيوليشن، وخدت من برانش صغير عشان جزء يعدي من الشنط وجزء من الدم يخش يتفلتر فيه. حد فاهم حاجه؟ ماشي؟ الستنت دي ساعات يحصل لها ستينوز، بستخدم نارو ستنت، بجيب ستنت ضيقه ومن برانش صغير. ليه ضيقه؟ عشان ما يجيش فيها دم كتير وعشان الباقي يخش يتفلتر جوه الليفر. عشان هي ضيقه ممكن ساعات يحصل لها ستنت بنخش نسلكها عادي او بنخش نحط فيها ستنت ثانيه وهكذا. الشنط دي التبس دي بتكلف 400,000 جنيه هي انجح عمليه بعد ليبر ترانسبلانتيشن. ليبر ترانسبلانتيشن لو في مكان محترم بيكلف 1,000,000 جنيه. طبعا هنا هتتفضل هتلاقيه ب 50,000 جنيه عادي. في القاهره ب 80,000 جنيه عادي. يعني القاهره ب 80,000 في مستشفى الحسين وفي مستشفى قصر العيد كل 80,000 جنيه. وساعات تجيب واحد ديسكاونت فوق فوق الثاني. بلاك فرايداي كده بيفتحوا فيها ليفرات عادي. 80,000 احلى ليفر تقريبا اللي هو كبده الشهاوي، فاهم حاجه؟ لكن المفروض لو حاجه حلوه يعني وهنعمل شغل نضيف يكلف 1,000,000. طب الشنط بتكلف 400,000 جنيه. ماشي. قول لي يعني بكام؟ قول لي يعني بكام؟ 15 15 صح؟ قول لي حصل ازاي؟ كلينيكال تشابه الاكيوت يبقى عامله ازاي؟ اتفقت من ثلاث حاجات هم ويز نيجاتيف هيباتو جاكيولا بس اهم واحده انفستيشن سكيما بس بزود بصور اشوف الصور بس بعينيا دوبلا ودوبلا او اثبت ان في سومبوز اسسمنت اوف هايبر كوجنيتيف ستيت بالكوابريشن بروفايل عارف ازاي سومبوليتيك ولو كونيك انتي كوجنيتيف او مش نافع اعمل ترانسبلانتيشن او اعمل شنط تبس صعب الكلام ده؟ ده لو اتقفل الفين الكبير. طب لو اتقفل الفين الصغنون ده دي اسمها ايه؟ فينو كروز جديد صح؟ فينو كروز عباره عن ايه؟ اوبستراكشن اوف سمول انتر هيباتيك فينيوز. الفينو كروز دي المفروض انها عليكم في الاطفال او هي مهمه اكتر الاطفال لانها بتحصل في الاطفال. اشهر اسباب الفينو كروز ايه؟ ممكن برضه ريديو باسيك وساعات تحصل بالاير راديشن يمين
اللي هي ديش او بدراجز حاجات معينه كده زي مين؟ زي السيتوتوكسيك ده اللي هو كيمو سيرو او حاجه اسمها سيليشيو الكالويد. ايه السيليشيو الكالويد؟ تعالوا نشوف. رقم واحد بس ما نعرفش حصل ازاي. رقم اتنين الراديشن واحد بيعمل اشعاع، ما هو احنا عارفين ان الراديو سيرفي بيعمل دامج للبلاد فيسل، بيعمل فيها رفنس، بيبوظ الاندوثيليوم، بيعمل ثرومبوز. رقم ثلاثه سيتوكسيك الكيمو سيرفي برضه من الحاجات اللي بتزود الثرومبوز للبلاد فيسل. او مين كمان؟ سيليشيو. ايه السيليشيو الكالويد؟ السيليشيو الكالويد دي توكسين موجوده في الهيليوتروبيك بلانتس. ايه الهيليوتروبيك بلانتس؟ النباتات اللي فيها زهره بتواجه الشمس، مالكش علاقه بالكلام ده. عارفين نباتات الشاي والحاجات دي اصلا شجر الشاي والحاجات دي كلها مليانه سيليشيو الكالويد. في دول معينه يجيبوا الشجره يشربوها زي ما هي كده فبياخدوا توكسين. ده هو السيليشيو الكالويد موجود في الشجره كتوكسين؟ لا، ده هو موجود فيها بيحميها من الانسكتسايد. ماشي، مالناش دعوه بيها. السيليشيو الكالويد موجوده في بعض النباتات اللي الناس اللي بتاكل النباتات دي تعمل لهم ثرومبوزس في البيت. موجود كمان في حاجه اسمها افلاتوكسين. ايه الافلاتوكسين دي؟ افلاتوكسين دي موجوده في لو تشوف مثلا ساعات البطاطس لونها بقى غامق شويه، تلاقي فيها حته صفرا من النص، وانت بتاكل شيبسي بتلاقي شيبسيه غامقه قوي بتعجبك قوي بتقرمش فيها، صح؟ هي الشيبسيه دي فيها افلاتوكسين اللي بتعمل ثرومبوزس بتزود الريسك اوف اتش سي سي. ايوه بيعجبكم في الجنس لو وقعت على الارض بتفحر وراها بتنزل وراها على الارض. مع ان هي دي اصلا فيها افلاتوكسين. هي الشيبسي الشيبسي بتجيب البطاطس اللي بايظه يعني. دي اسمها افلاتوكسين. موجوده في الحاجات دي، موجوده كمان في الكاتل فود، الحاجات اللي الجبنه مثلا لو عملتها في الثلاجه بتلاقي حرف العلبه كده لونه بقى اصفر، دي افلاتوكسين. فاهم حاجه؟ موجوده في الحاجات دي. فالمفروض الافلاتوكسين دي وحشه جدا لانها بتعمل ثرومبوز. او موجوده فين بقى؟ موجوده في الاكل. الدول كلها اللي بتصدر اكل عشان تخزنه بيحطوا افلاتوكسين عشان ما يبوظش. يقول لك مصر مثلا جبل قمح، حد ساكن يقول لك مثلا فرنسا جبل قمح، بس في نسبه فلفل 5%. يعني في الفيتيرات 5%، الفيتيرات الموجوده في القمح والافلاتوكسين محطوطه عشان تخزنه والادويه المحطوطه عليه عشان ما يبوظش فيها افلاتوكسين. فتلاقي الدوله دي مجرد ما كانوا القمح ده جالهم ثرومبوز اتش سي سي. ده طفل لسه صغير مع اول علبه سيريلاك كلها ده حصل له اللاج ابدومن واسايتس وعمال يعيط وعنده ثرومبوز في البطن بسبب الافلاتوكسين. يعني ايه في نوكلوز ديزيز؟ انا كده جاي عند مستشفى الساعه 4 فكملوا انا كده مش هطول. الساعه 5 في القاهره الساعه 4 فانا يعني يا دكتور يا دوب تلحق. طيب في حاجه صغيره كده مالهاش لازمه اسمها ايه؟ بوست هيباتيتس. احنا كل ما بنقول لك كلام تعمل سهل اهو. بوست هيباتيتس سيروز. ايه البوست هيباتيتس سيروز؟ سيروز بقى حصلت بعد الهيباتيتس. مين الهيباتيتس بيعمل سيروز؟ الهيباتيتس ايه ولا الهيباتيتس اي؟ ده ايه ولا ايه؟ اصل ايه ولا ايه ده بالاكيوت بتنفع على طول البي والسي والبي صح؟ ده عباره عن هيباتيتس حصلت ليه او سيروز فولوينج هيباتيتس مين بي او سي او دي؟ لان دول اللي فيهم هاي ريت اوف كورنيسكي فرصة انه يبقى كرونيك عالي في البي والسي والدي. اهم حاجة البي والسي. اصلا دي انتوا عارفين ان دي ده انكمبليت فايروس صح؟ يعني لو واحد عنده دي لوحده ما يشتغلش انكمبليت بيحتاج الكبسول بتاع البي. اللي عنده هيباتيتس كده البي ما بيشتغلش. بس لو جاله بي يشتغل فانا بحاول اديه الفاكسين بتاع البي عشان ما يجيلوش. يبقى هيباتيتس بي او سي او دي الثلاثة بيعملوا كرونيك هيباتيتس. واحنا عارفين اي حاجة كرونيك هتعمل ريبيتد ان جي او ريبيتد ديجنريشن هيقلب في الاخر بمين؟ بس هو طب والاي والاي مش عامله دامج في الليفر قبله بس اكيوت دامج مره ولا مرتين فما حصلش فايبروز. حد فاهم حاجه؟ مش مهم. ايه الباثولوجي بتاعته ده؟ نفس الباثولوجي اللي احنا قلناه ازاي حصل سيروز بتاعت البوستيوتس الزياده. بس لان احنا بنلاقي حاجه زياده كده بنلاقي شكل الهيباتوسايت جراوند جلاس ابيرنس. مالها؟ جراوند جلاس ابيرنس. يعني ايه جراوند جلاس؟ لما نبص على الهيباتوسايت تحت الميكروسكوب هنلاقي فيها الفيروس جواها هيباتيتس بي او سي. هتلاقي الفيروس جوه الخلايا تحت الميكروسكوب كان عندك شباك والامطار نزلت عليه. الشكل ده اسمه جراوند جلاس. شكل الهوت سايد كده بيتجمع الفيروس تكتلات حوالين بعضه كده فيدي شكل الشباك عليه ميه اسمها جراوند جلاس. صعبه؟
رقم 2 ايه كمان؟ هلاقي عنده حاجه اسمها بوزيتيف اونكين ستين. ايه البوزيتيف اونكين ستين؟ دي بتحصل مع الهيبتايتس بي. الكبسول بتاع الهيبتايتس بي البروتين بتاعه بيتسبب بصبغه اسمها اونكين. فلو سببت اونكين طلع البوزيتيف خد الصبغه يبقى العيان ده عنده هيبتايتس بي، يبقى زياده في الباثولوجي دي حاجتين، عنده جراوند جلاس ابيرنس وعنده بوزيتيف اونكين ستين. كلينيكال بيكشر نفس السكيما صح؟ على الليفر وعلى الكوز وعلى الكومبليكيشن كلهم زي بعض. على الكوز هلاقي عنده ايه؟ history of hepatitis او باستيس. يعني ايه؟ قال لك يا دكتور انا عملت عمليه ونقول له دم والدم ده كان ملوث مثلا، عيان اللي يعني عيان نفه اينر وبيعمل دايليسيس فتعالى بجهاز دايليسيس. عيان سلاسينيا ده كل سلاسينيا كلهم اغلبهم عندهم هيباتايتس ليه؟ كل شويه بيطلع سلاسينيا فكوز انفكشن عليه، حد فاهم؟ يبقى ليه عنده history of hepatitis او history of contaminated blood transfusion. كتريتمنت عالجه ازاي؟ عالج الليفر والكوز والكومبليكيشن. عالج الكوز ازاي؟ مش ده هيباتايتس عالجه ازاي؟ زي ما هناخد في علاج الهيباتايتس لو انتي فايرال صح؟ حاجه زي الانترفيون ونيدافيرين ونامي فوجين، حاجه زي السوفالدي او الهرمون الادويه الجديده. ده تعرف بس عنك في 200 دول، ولما تاخد العلاج هناخد ان شاء الله في الفيرال. هناخد فين العلاج ده؟ في الفيرال. سنسينا حته في الكوز، مش قلنا عنده اسم الهيباتايتس؟ سنسينا اصلا الانفستيجيشن اسف. قلنا هنعمل زي الانفستيجيشن الليفر والكوز والكومبليكيشن للكوز، مش هو عنده فايرال هنعمل ايه بقى؟ هيباتايتس مارجر. ما عادش حد معترض فيها ليه هيباتايتس مارجر؟ لانها سهله انها ما تبانش، ممكن تطلع بوزيتيف وهو ما عندوش. ايام حمله 100 مليون صحه دي في ناس كتير قوي اتصابت طلع عندها بتاع بوزيتيف، ولما عمل بي سي ار طلعت نيجاتيف، فهي مش اكيد. رقم اثنين ممكن حد يعمل لها ماسكنج، يعني عشان تسافر مثلا مش بيعدوا حد مثلا دول الخليج بالهيباتايتس مارجر دي، يقول لك هيروح يجيب هيباتايتس هناك، يروح واخد بعد كورتيزون عاليه بتهبط الانتي بودي فالهيباتايتس مارجر تطلع نيجاتيف، فاهم حاجه؟ ويعد من السفاره وهناك يعيد تحليل تاني ويروح عامل تاني الكورتيزون وهكذا. فمش اكيوت خالص الماركر ولا بنعتمد عليها، بنعتمد على حاجه اسمها بي سي ار بوليمريز تشين ريأكشن. البي سي ار بيبين الجينيتك ماتيريال بتاع الفيروس، اصل الماركر بتبين الانتي بودي اللي طالع ضد الفيروس، حاجه مش اكيوت بتبين ضد الفيروس لا، لكن بي سي ار بتبين الجينيتك ماتيريال. هو الجينيتك ماتيريال بتاع الفيروس دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ كلهم ار ان ايه ما عدا مين؟ البي والبي بي. فالبي سي ار بيبين الار ان ايه او الجينيتك ماتير او الدي ان ايه بتاع الهيباتايتس بي او الار ان ايه بتاع الهيباتايتس الثانيه. بيبينها ازاي؟ بنحط عليها مواد معينه في الجهاز ده اسمه تكامل البلمره المتكامل بوليميريز تشين ريأكشن، بيصنع نسخ كتيره من الدي ان ايه او من الار ان ايه فيبان يبان هو بوزيتيف ولا لا. طيب ايه بقى ايه دور البي سي ار؟ قلنا عباره عن بيعمل ايه؟ قلنا لوكينج فور الجينيتك ماتير ار ان ايه او دي ان ايه او الهيباتايتس بي. ساعات يجي سؤال واحد بي سي ار صغيره لوبن بيفور دي ان اي وبروتيتس بي او ار ان اي اوف اذر هيباتايتس. يعني الجهاز بيبين الدي ان اي بتاع كله والار ان اي بتاع البي؟ لا، هو بين الدي ان اي بتاع كله والار ان اي بنقلبه دي ان اي عشان الجهاز بين دي ان اي بس. بنحط عليها حاجه اسمها الباتي الفيرز ريزالت سكريبتيز. الشطار ده في الشغل الموليكيولر بيولوجي في سنه ثانيه شفت الدي ان اي ما ذاكرتوش ده وصعبت في الامتحان. كمل البي سي ار ده نوعين بقى، يا اما كوانتيتيف يا اما كواليتي يا اما كوانتيتي يا اما مهم جدا بتسال جدا جدا. كوانتيتيف يعني ايه؟ الكوانتيتيف بين كميه الفيروس، يعني عنده 10 مليون ولا 20 مليون ده هشخص بيه ولا هتابع بيه؟ يبين الكميه هتابع شو الفيروس بيه ولا بيسيب، يبقى ده يوز فور فولو اب. طب والكواليتيف بيبين التايب النوع، يبقى يوز فور دايجنوز. يبقى البوست بطريقه السواز زودنا 3% في الباثولوجي في الميدوري هم لا ده احنا شافوا بوست بوكين ستيل ولا جراوند جلاس. طب في الكلينيكال بيكشر هيستوري اوف ذا سب انفستيجيشن هيباتايتس مارك ولا هيباتايتس ولا او بي سي او بي سي او ده قلنا بيعمل ايه؟ لوكن بيفور دي ان ايه ار ان ايه دي ان ايه فوداتس بي او ار ان ايه فوداتس هيباتايتس يا اما كوانتيتيف يا اما الكواليتي يوز ديفو بعد كده قلنا مين في التريتمنت بس بزود كلمه واحده اللي هي انتي فايرال زي ايه؟ زي الايبابيرين ولا الانفوجين ولا الانترفيرون والسوفالتي كل ده. طب ايه كمان؟ عندنا حاجه كمان حاجه صغيره كده اسمها الكوحوليك سوروز. اسمها ايه؟ الكوحوليك سوروز. بس قبل الكوحوليك سوروز في حاجه صغيره اسمها الفا انتيتيبسن ديفيشنس عندهم الاطفال صح؟ الاطفال هي كلمتين كده الفا 1 تريبسن الفا 1 انتي تريبسن. ايه الالفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي ده؟ يعني الراجل ده عنده ايه؟ بالظبط عنده ديفيشنسي في الالفا
الف اورنت تيبس يبقى ما عندوش الف اورنت تيبس. لو ايه دول الف اورنت تيبس؟ الالف اورنت تيبس كان بيهبط حاجه اسمها الاستيز. احنا عندنا حاجه اسمها الاستيز ده بيطلع في الاسباب وفي الليبر مع الناس اللي سموكه بالتحديد، واكتر مع الناس اللي بيحصل لهم انفكشن. ما احنا كلنا بيحصل لنا انفكشن. اثناء الانفكشن الوايت بيس بتاعتك بتقعد تهاجم الاورجانيزم، فالاورجانيزم يرمي عليها بروبيوتيك انزيم وهي ترمي عليه بروبيوتيك انزيم وعمال يضربوا ببعض. مين اللي بيتاخد منها؟ الليفر واللنج. البروبيوتيك انزيم بتروح تدمر مين؟ الليفر وتدمر الليفر. توكس الليفر يحمي نفسه ازاي؟ بيطلع مين؟ الفا 1 انتي تيبس يحميه. حد فاهم حاجه؟ بالظبط كده. انت كنت واقف واتنين بيتخانقوا هنا في مطار بحجاره واتنين بحجاره، انت هتتخانق في النص. لو معاك حاجه هتحمي نفسك. فالليفر بيحمي نفسه المفروض الالفا 1 انتيبس انه بيهبط حاجه اسمها الاستيز مين. الاستيز ده لو اشتغل الاستيز ده وكان شغال بيكسر الاستيك تيشو في اللنج وفي الليفر. لو كسر الاستيك تيشو في اللنج يبوظ الالفيول. يبقى خلاص توسع وتفتح في بعضها يعمل انفيزيم. المهم يعني. الراجل ده عنده الفا 1 انتيبس ديفيشنز. عنده مفيش الفا 1 انتيبس، الانزيم ده مش موجود. فمين اللي يشتغل؟ الاستيز. فيكسر الاستيك تيشو بقى في الليفر واللنج. لما يكسر اللنج يعمل ايه؟ يفتح الالفيولات لبعضها. لما تفتح بعضها ده اسمه ايه؟ انفيزيما. بس احنا متعودين الانفيزيما بتحصل في الناس الاولد ايج اللي عندهم سموك السموكر ليف سموكر. هنا هيبقى انفيزيما في يانج ايج ونون سموكر عشان تيجي بالكيس كده. ماشي. طب وعلى مستوى الليفر يعمل ايه؟ يعمل دامج في الهيباتوسايت، يضرب الخلايا فيعمل ليفر سيروزس. يقول لك ايه المرض اللي يضرب الاثنين مع بعض؟ ليفر وان. طب ايه؟ هات فاهم انت يضرب الاثنين سيستم مع بعض. لو عملت له انفستيجيشن عندي هعمل له رقم واحد. لو قست الارض هعمل سكيما كامله. بس فوز هعمل ايه؟ قلنا على الليفر وعلى الفوز والكومبريكشن. الفوز هعمل ايه؟ لا السيرم الفا 1 انتي تيبس عالي ولا قليل؟ قليل. ولو صورنا اللنج اكس راي كبيره ولا صغيره اللنج دي؟ كبيره. مش عنده انفستيجيما مليانه هواء يبقى عنده هايبر انفليت اللنج. طب بعد كده التريتمنت بتاعه عالج ايه؟ عالج الليفر والبوز. البوز ما عندوش الفا 1 هديله من بره الفا 1 تيبس. حاجه اسمها بيوريفايد هيومن الفا 1 انتي تيبس. صعبه؟ يبقى اللي عنده الفا 1 تيبس ما عندوش انتي تيبس فيشتغل الاستيس فيكسر اللنج والليفر. بيشتكي من ايه؟ بيوريفايد هيومن الفا 1 انتي تيبس. على اللنج يحصل له انفيزيما في يانج ايج نان سموكر، وعلى الليفر يحصل ليفر سوز. ده ربنا الاثنين جم مع بعض. كان انفستيجيشن نفس السكيما زودنا ان الالفا 1 تيبس قليل والتريد بنفس العلاج زودنا هندي مين؟ الفا 1 بيرفكت. صعب شويه حاجه. عندنا حاجه اسمها الكحوليك سيروز. ده مهم يعني ايه في السي كيو بتاع كده يعني مش مهم قوي يعني الامر قلت له خلاص. ده لو يعني ممكن يجي او فعلا يعني. ايه الكحوليك سيروز يا جماعه؟ يعني واحد عبيش واحد خمودي فبيعمل سيروز عادي يعني. ماشي. ايه قصه الكحوليك سيروز؟ هو الكحول بيعمل سيروز ازاي؟ هل الكحول شخصيا هو اللي بيعمل سيروز؟ لا. الكحول بيعمل مشكله في النيوتريشن فبيعمل حاجه اسمها نيوتريشنال سيروز. الكحول بيعمل ايه؟ نيوتريشنال سيروز. ازاي؟ رقم واحد الكحول ده بيعمل ايريتيشن في الجي اي تي، بيعمل جاستريت سبيبتيك السر. فالراجل ده اللي عنده الابيتايت ما ياكلش وكمان يحصل له مال ابزوربشن سندوم. طالما مفيش ابيتايت ومال ابزوربشن فالراجل ده ما بياكلش فيحصل له نيوتريشنال سيروز. ايه ده؟ هو لو ما كانش يحصل لنا سيروز هو الهيباتوسايت طول ما احلاها دعم وفي نيوتريشن طول ما هي شغاله طول ما هي محميه. مش قلنا الاكل فيه اسينشال امينو اسيد؟ الناس اللي بتتداوى من كل قلبها بتتداوى من جوه القلب البنت اللي كده بيتداوى. مش قلنا الاكل بيعدي على الليفر فبيشغل الهيباتوسايت والاسينشال امينو اسيد؟ ايوه. بقول لكم ايه اقسم بالله الحكايه. المفروض ان الفول اللي احنا بناكله بنسميه هيباتو بروتين هيباتو بيحمي الليفر عشان الاكل والبروتين فيه اسينشال امينو اسيد بتمنع السيروز. وطول ما الهيباتوسايت شغاله طول ما هي محميه لو ما اشتغلتش تموت. صح؟ تمام. ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده رقم واحد الكحول بيعمل جاستايتس وجاستو انترنتس مشاكل في الجي اي تي. فرقم واحد ما بياكلش بيلا ودايته مال ابزوربشن فده يبقى اسمه نيوتريشنال سوز عشان ما كانش. هتقول لي ما بياكلش وعايش على الكحول؟ واحد جرام كربوهيدرات بيديك 4 كالوري وواحد جرام الكحول بيديك 7 كالوري. يعني هو بياكل كالوريز اكتر منك وانشط منك وبيتحرك ونشيط جدا بس بياخد كالوريز وبس. انت بتاخد بقى فيتامين وبروتين صح ولا لا؟ ده كالوريز فقط فما بتفيدش الليفر ويحصل ده. حد فاهم حاجه؟ مش بس كده. طب هو ما بياكلش فجاله نيوتريشن. لو احنا خدنا راجل فممكن لو اكلناه بالعافيه يحصل ايه كمان بيعمل له الكحول؟ الكحول بيعمل حاجه ثانيه. ايه هي؟
الكحول بيتحول بحاجه اسمها الكحول بي هيدروجينيز لمين؟ مش اسمه الكحول بي هيدروجينيز يعني هيشيل مجموعه هيدروجين ايون صح؟ هيطلع الهيدروجين واسيتال دهايد. الاسيتال دهايد ده دايركت هيباتو توكسيك، هو نفسه بيدمج الليفر غير ان هو ما بياكلش فيحصل دمج، ان كمان الكحول هيباتو توكسيك. هتقول الكحول هيباتو توكسيك يعني لو كده مش هنعمل انزيم كده في الليفر تكسر الكحول؟ هو احنا ما بناخدش الكحول كلنا؟ كلنا بناخد الكحول بس من غير ما نحس. حاجات كتير لو انت حطيت سلطه كبيره في الثلاجه ومنها هيبقى فيها الكحول، هيحصل فيها فيرمنتيشن وهتبقى فيها الكحول. مش انت في مطاعم مثلا بتركن السلطه تلاقي ناس رايح جاي مطعم ده كل يوم تاكل فلوس بتاعت وبتطلع متمزج صح؟ تاكل السلطه كده اللي هو بتحس ده الملوخيه المأكولة في الثلاجه بتعمل فيها الكحول، العيش ما هو بيتنمر فيها الكحول، حاجات كتير قوي في حياتنا فيها الكحول، الليفر بيكسرها بس عشان هي كميه قليله، الراجل ده بقى الكحولك بيشرب كميه الكحول اكسيدنج ليفر كاباستي، الليفر ما يقدرش يكسرها، فتبقى هيباتو توكسيك. ايه الكميه اللي الليفر يقدر عليها او ايه كميه الكحول اللي تعمل سوريس؟ يقول لك اكتر من 21 وحده في الاسبوع لو راجل واكتر من 14 وحده في الاسبوع للفيميل، مش عارفين الوحدات، اكتر من 30 جرام لراجل في اليوم واكتر من 20 جرام للفيميل في اليوم. كوبايه قهوه كبيره لراجل في اليوم، كوبايه قهوه صغيره للفيميل في اليوم، ده لو اكتر من كده على مدار السنين يحصل له سوروس. هو الفيميل ولا الفيميل بيشربوا اكتر؟ الفيميل بره في الدول الاجنبيه الفيميل هم مكتئبين اكتر، فاهم ازاي؟ ايوه يا جماعه هناك هم مش مسلسلات او حاجه هتلاقي بيشربوا اكتر اكتر هم اللي عندهم الفيلم مكتئبين اكتر صح؟ يعني اي مشكله عاطفيه او حاجه مين اللي بيتاثر؟ الراجل عادي بيروح يحس بالمكان يبقى الالكحول بيقلع وده ده اللي انا هتزورش انا وانت محتاج الالكحول بيعمل ايه؟ بيتحول من الالكحول بيها تهيج لاهادو مش اسيتال دايت، الاسيتال دايت ماله؟ هيباتو توكسيك انا بتكلم اوليفوز اهو عشان كده لما يقول لك اشهر سبب للسوز والاوفر زول ام اس كيو فمطلع على اشهر سبب سوز طبعا على مستوى ايجيبت الجميله يعني لو تشرب كحول وماشي جنب الهجره يبقى بايظ بقى عشان كده احنا قلنا احنا الجنة اولا انت انك في ايجيبت رقم اثنين انك بيجي لك كل حاجه في لازم تتخيلها في حياتك فانت داخل الجنه ان شاء الله باذن الله اصل هتحاسب على ايه تاني خلاص يبقى اسيت الدايت دي مان توكسيك رقم وفي طب كمان وفي مصر ده كده بص هو فاهم على الفردوس الاعلى هيدروجين اسيتات ده هيدروجين اسيتات ده هيدروجين اسيتات طب الهيدروجين اسيتات بيعمل ايه؟ نرجع للبايو بقى سنه 53 لما كنت في سنه اولى كده سنه 53 كان في اوكسيديشن كده كان بيتحول اللي بيتحول لنات بيتش لنات بيتش صح ولا لا؟ تكيف الفات اوكسيديشن اللي كانت بصوا بتاعها النت بي كان كل شويه كده يتحول يعمل لك سهم كده النت بيتحول كنت عمال تحفظ ايوه النت بيتحول النت بي اتش ولا النت ايه المشكله اللي بيحصل كده لما يتحول النت بي النت بي اتش هيبقى كده ما عادش في مين فالباسوي ده مش هيمشي هيحصل ديستربنس في الكربوهيدرات والفات ميتابوليزم حد فاهم حاجه لما يحصل ديستربنس في الفات ميتابوليزم فالفات ما بتتصاش لدرجه الزايد ما بتتصاش فتتاثر في الليفر فتعمل كمان فاتي ليفر اللي هو ستياتو ستياتو هيباتيتس او ستياتوس حد فاهم حاجه؟ يبقى الكحول هيعمل حاجتين رقم واحد اتكسر رقم واحد بيعمل بيقلل هيباتيتس رقم اثنين بيتحول لهيدروجين اسيتال دايت الاسيتال دايت هيبات توكسيك والهيدروجين بيحاول ينبي لنات بي اتش فيعمل ديستربنس في الكربوهيدرات والفات ميتابوليزم. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الكلينيك سوز؟ نفس الكلينيكال بيكشر سكيما ليفر كوز كومبليكيشن على مستوى الكوز عنده ايه ده؟ عنده ايه يعني؟ الكوز هيستي وفي الكحول اثنين واحد بيشرب الكحول بس خمودي بس كده طب يقول لك بقى العيان ده بتاعه ما بيشرب الكحول ازاي؟ تساله هو؟ لا فين؟ اصدقاء بقى احسن حد يقول عنه تعرف ريلاتيف او من الفيلمس العيان ده اصلا يحتاج كونسبت نوتيك ومش هساله الا لما اتابع مع صحابه اقول لهم بطل ولا لا؟ يقول لك الشير ده محمود وسيد جابه بقى عامل له الشباب انت مش موجود هناك فانت بتعرف من الفيلمس بتاعك لان انت لو عملت كونسبت نوتيك وفضل يشرب هيبوظ الليفر الثاني والثالث يبقى خساره لان له ليفر لازم يبطل ست شهور بعد الست شهور اقول له انا استحق ساعات لما يبطل ست شهور يحصل ريليف او ريزوليوشن للليفر اللي عنده ده ويتحسن ويعيش بيه عادي. يبقى هي الكلمه الزياده بس هيستوري اوف الكومنتين بس جاي لك في ازازه الويسكي. طب ايه الانفستيجيشن قبل الانفستيجيشن في سؤال جميل كده في الكحول يقول لك ايه الهازردز في الكحول؟ هازردز السؤال ده تحفه جدا. ايه مخاطر الكحول؟ بيعمل ايه الكحول بصفه عامه بقى؟ ايه بقى بيعمل ايه؟ بنقول كده رقم واحد ياثر على الجي اي تي يعمل في الجي اي تي بنقول رقم واحد يضرب الانتستين يهبط الاميون سيستم بيعمل ايه؟ يضرب الانتستين يهبط الاميون سيستم
يسيح الدم يزود الهم بيعمل ايه؟ يسيح الدم يضرب الانتستين يهبط الايميون سيستم، يسيح الدم يزود الهم يضعف القلب يكبر البواطي الجسمية بنت الكلب يكبر بنت الكلب بس يضرب الانتستين يعني يعمل جاسترايتس بيبتيك ألسر مال ابزوربشن سندروم يهبط الايميون سيستم بيعمل ايه؟ ريكارنت انفكشن لانه بيضرب الليفر ما يصنعش انتي بودي وبيعمل هايبر اسكليست كمان فيكسر وايت بيسيز فيبقى ريكارنت انفكشن يضرب الانتستين يهبط الايميون سيستم يسيح الدم يعمل ايه؟ هيموليسيس الدم هيسيح زي هيموليسيس ازاي؟ ما انا قلت الدرايك السايت بتتكسر صح؟ دلوقتي الليفر حاول انك بينام بيتش فالفات ما بتحصلهاش اكسيديشن فالتراجل سايد اعلى في الدم فجزء من التراجل سايد يترسم حوالين الار بي سيز فيعمل حاجه اسمها ماكروسايتوزس خلايا حجمها كبير تعرف تعدي في السكرين لا فيحصل هيموليسيس مش بس كده ده الهيدروجين ده القلب كمان بيعمل ديبريشن للفيتامين بي 12 والفوليك اسيد بيقللهم جدا لانه بيدمج الميتوكوندريا لان خزينه الحاجات دي فلما يقل البي 12 الحاجات ممكن يعمل فيها ميجاوبتيك انيميا حد فاهم بس ممكن يعمل غالبا ماكروسايتوزس عشان التريجلسايد اللي اتاثرت حوالين مين لان المفروض التريجلسايد تخش على الليفر تمسك في حاجه اسمها ايبولايكوبروتين فتتحول لال دي ال ده مش سيركيليشن الكحول بيعمل ايه بيقلل انتاج الايبولايكوبروتين ده ما يطلعش ما يتصنعش فالتريجلسايد تفضل زي ما هي فتحول للار بي سيز فتكبر حجمها فتتكسر في الليفر في مرة تاني كان بيرمي الايبولايكوبروتين بره الجسم بيحصل هايبر كوليسترينيا ومش عارف ايه نيفوتكس سندروم سنة 52 ماشي يبقى يضرب الانتستين يهبط الايميون سيستم يسيح الدم هيموليسيس يزود الهم بيعمل ايه يعني؟ يعمل هيديك ديبريشن امنيزيا صح؟ اللي هي بنسميها كورشاكوف سندروم كورشاكوف انا بقولها في نيويورك او يعمل حاجه اسمها فيرنكس انكيفالوباسي بحرف الدبليو اسمها ايه؟ فيرنكس انكيفالوباسي يعني ايه فيرنكس انكيفالوباسي؟ يعني بيحصل كذا حاجه بيحصل له اتاكسيا وكونفيوجن وفسالموبليجيا انا خدها في اليوم اتاكسيا كونفيوجن فيرنكس الكيفالوس بالدبل يعني بيحصل اتاكسيا وكونفيوجن وفسالموبليجيا يزود الهم بعد قلنا يضرب الانتستين يضرب الايميون سيستم يسيح الدم يزود يضعف القلب بيعمل ايه؟ كارديو ميوباسيلين توكسيك على الكاردياك ماسل بيدمج الكاردياك ماسل بيعمل كارديوس ويكبر بنت الكلب يعني يكبر مين؟ يكبر باي لاتر باروتد انلارجن يكبر باروتد انلارجن اشمعنى؟ اصل هي بتصنع بروتين اسمه ميوسين لما الليفر يبوظ لما الليفر يبوظ وبطل يصنع بروتين البجيان بتحس البروتين قليل فتقول لك انا عاوز اصنع بروتين بزياده فتصنع ميوسين بزياده فبتكبر شويه يحصل لها باروتد انلارجن باي لاتر باروتد انلارجن حد فاهم حاجه؟ انت بتقول فيرنكس انكيفالوباسي ثلاث حاجات اتاكسيا كونفيوجن اوف سيموبليشن يمشي اعالج ازاي ايه الانفستيجيشن بتاعه الالكوهوليك سولز ده الانفستيجيشن الانفستيجيشن على الليفر على الكوز على الكومبلكس نفس الكلام بس الزياده او الاختلاف بس ان السكوب يبقى اعلى من السكيب المفروض السكيب اعلى من السكوب هنا بقى السكوب اعلى من السكيب اشمعنى اصل السكوب قال لي ليه اصل السكوب عشان يتصنع محتاج السكيب عشان يتصنع محتاج بايروكسين والالكوحول بيدمر الميتوكوندريا اللي مخزنه البايروكسين فالالكوحول بيعمل ديبليشن للبايروكسين فبيقل تصنيع السكيب فالسكوت يبقى اعلى وحضرتك بتستخدم بس دلوقتي في الانفستيجيشن بتاعت الالكوهوليك سورس ايوه ماشي حضرتك قلت ايه بقى؟ قلت الانفستيجيشن نفس الاستامب بس زودت كلمه واحده ان السكوت والسكيب مش الاثنين يعني لا المفروض السكيب بيبقى عالي شويه اكتر من السكوت هنا حصل العكس بقى ايه السكوت اعلى من السكيب ليه ده قالي وليه ده قال شويه؟ ده عشان يتصنع الاسكيب محتاج بايريدوكسين والالكوحول بيدمج الميتوكوندريا فيعمل ديبليشن للبايريدوكسين اللي بتخزن في الميتوكوندريا فما نعرفش نصنع ده قوي فده يزيد عندها مش مهم مش عاوز تعرف ما تعرفهاش اعالج ازاي اللي عندها ليفر وكوز وكومبليكيشن على مستوى الكوز اقول ستوب الكحول لو هو في دوله اجنبيه لو في مصر قول له لو هو في دوله في مصر لو في الاجانب قول له قلل الالكحول بس ما تقولوش وقت ماشي او رقم اثنين اقول له خد اسينشال اماين اسيد موجودة في الاسنشال مثلا في ادويه زي السينما بيعملوا حاجات فيها اسنشال او البروتين ياكل لحوم وحاجات فيها اسنشال اماين اسيد صح ولا لا؟ عشان هم كده رغم الاجانب بيشربوا الكحول بس مش بيجي لهم صوت عشان هو بيشرب الكميه الصح وكمان بياكل معاها جود نيوتريشن اسنشال اماين اسيد بتحبيه. طب لو واحد فيجيتيريان بقى ما بياكلش اسنشال اماين اسيد بيحصل له بسرعه جدا. يعني كل الناس الفيجيتيريان دول هيجي لهم ليبر سيروز عشان مش عندهم اسنشال اماين اسيد؟ لا الاسنشال الفيجيتيريان على مكبر يجي له
الواحد بقى ما كبر كده بدا يخاف من الفرخه والبتاع، اقول لك الفرخه دي عندها عيال اكلها ازاي وبتاع صغنونه. البنات اللي بيدوا كيوت قوي دول عارفه بافوره، هم اللي جاب بتاكل فرخه تفهم دي بقى على مكبر كده ما تاخدش السنشن، وهي معرضه للسرطان. لكن لو واحد هندي بقى من يوم ما اتولد زي شوكانه في شلته، من يوم ما اتولد ما بياكلوش حاجات كده، هم جيناتهم كده فمسلم زينا عادي. من يوم ما اتولد ما بياكلوش السنجر، فده قال لك سبحان الله الليفر بتاعه ممكن عشان هو من جلايه الليفر في ميكانيزمات بتحصل انها تقدر تحول النار السنجر للسنجر مش مشكله كده. يبقى اهم حاجه ستوب الكحول وخد السنجر امينو اسيد وخد مالتي فيتامين بقى كهباتك سبورت، ياخد كولتسون ولا اديله كولتسون كانتي انفلاماتوري وانتي فايبوتي. طب عيان اللي بوست هيباتيتس سيروز ما تلاش كورتيزون ليه في البوست هيباتيتس؟ لو لقينا كورتيزون يحصل انهبيشن للميت سيستم فلير دبل انفكشن هيموت ديفاند من انتيباتيك فيلر، لكن ده مش هيباتيك. اسمع الكارديك سيروز ونمشي، مع ان انا عاوز اكمل شويه. اسمع الكارديك سيروز بس مش اسمع الكارديك سيروز. كارديك سيروز قلنا بيحصل لك باثولوجي، قلنا القلب بيعمل حاجتين هما القلب بيعمل ايه رقم واحد؟ بيقلل ودايت ومال ابزوربشن ستور بيتحول بالالفا بيجهز يومين عشان الاسيت اللي هيبقى توكسيك والهيتروج بيعمل بيحول نادي انتش جود مورنينج. طب ايه الباثولوجي بتاع الالكوليك سورس؟ نفس الكلام بس الديول بتاعت الالكوليك بتبقى صغيره اسمها مايكرونيجولا سورس، وبلاقي في الليبر حته حمراء كده اسمها مالوي بوليس. اسمها ايه؟ مالوي بوليس، يعني زي جوه الخلايا في حته حمراء كده. ايه المالوي بوليس؟ طب انت لو عندك خليه هي الاكتين فيلمنت موجوده في المصل بس ولا في السيلز؟ في السيل بس. لو الجولجي عاوز يروح حاجه مثلا الريبوزوم يبعتها ازاي؟ يرميها لها في السيتوبلازم يعني مش قطه ولا الجولجي مثلا والريبوزوم عاوز يبعتها بروتين تعمله باكج بينهم اكتين فيلمنت بحيث بيحصل كونتراكشن دي كونتراكتر فايبر، طلب الجولجي مثلا والريبوزوم فيديها البروتين تعمل حاجه؟ الالكوحل بيعمل دامج للاكتين فيلمنت فتكشكش على بعضها مش هي كانت كونتراكتر تلم على بعضها كده وتعمل حاجه اسمها مالوي بوليس حتت حمراء. فالكلينيكال بيكشر قلنا ايه؟ هيستوري اوف الكحول انتيك، زودنا مين ايه الهازرز اوف الكحول؟ ايه مخاطر الكحول؟ يقدر كاستايتس بانكيوباتس هيباتيتس الابسوربشن يحط الانفكشن يسيح الدم يزود الدم يضعف القلب ويكبر الانتيك عارفوا ازاي ستوب الكحول؟ يلا يا جماعه حسك